شركة ويفز قررت أن هي بتكون subscription only. شنو يعني هالكلام؟ خلونا نشوف في حلقتنا اليوم. يا هلا مرحبا أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة. معكم أخوكم هاشم العلوي، ورمضان كريم ومبارك عليكم الشهر، ينعاد عليكم وعلى جميع أحبائكم بالصحة والسعادة. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن القرار اللي اتخذته شركة ويفز في أن هي ما تبيع البلاجنز بشكل مباشر مثل ما تعودنا عليه من قبل، أنك أنت تشتري البلاجن مرة واحدة ويكون هاي البلاجن في حسابك بشكل دائم. لا، الشركة قررت أن هي راح تكون بشكل دائم تعتمد على السبسكريبشن موديل، أو اللي هو الاشتراك الشهري، على أساس أنك أنت تشتري أي بلاجن أو أنك أنت تستخدم أي واحد من البلاجنز اللي موجودة عندها على الموقع. يعني حتى مثلا لو بغيت تستخدم بلاجن واحد او اثنين او ثلاثه، لازم تشترك في الاشتراك الشهري مالهم على اساس تقدر تستخدم هاي الثلاث بلاجنز. الاراء في الانترنت طبعا صارت منشقه الى قسمين، قسم يوافق هذا الراي وقسم يعارض هذا الراي، والقسم اللي يعارض هذا الراي قسم كبير جدا. شو المشكله هني؟ المشكله ان في مجموعه كبيره من الناس كانت مستثمره في البلاجنز مال ويفز من سنين، يعني شركه ويفز من التسعينات موجوده، فتخيل المبالغ اللي انصرفت في شراء هاي البلاجنز من هذيك الفترة إلى اليوم، خاصة الناس اللي عندهم بندلز أو مجموعات مثل مجموعة ميركوري. هاي المجموعة مو بمجموعة رخيصة، يعني الناس استثمرت مبالغ كثيرة في هاي البلاجنز كل هالسنين. فحين مرة واحدة الشركة قررت أنك أنت من الأسبوع الماضي ما تقدر تشتري أي بلاجنز جديدة، البلاجنز اللي كانت تنباع على 20 و30 دولار الحين ما راح تقدر تشتريها، راح لازم تلتزم في مبلغ شهري تدفعه عساس انك انت تقدر تستخدم هاي البلاجنز. خلونا الاول نتكلم عن مساوئ هذا القرار. مثل ما قلنا، الناس اللي اوريدي عندها مجموعه كبيره من البلاجنز اللي اشترتها بمبالغ كثيره، الحين ممكن هي تقدر تستخدم هاي البلاجنز فتره، لكن لما تيجي تبي تسوي ابديت حق الكمبيوتر او الاوبريتنج سيستم، وهي طبعا الشيء اكيد راح يصير في المستقبل، هذه البلاجنز اللي اشتروها الناس ما راح تشتغل على النظام الحديث، فبتضطر انك انت تسوي ابديت عليها، وعساس تسوي ابديت عليها لازم تشترك في الاشتراك الشهري حق موقع ويفز. مجموعة كبيرة أيضا من الناس، خاصة الناس اللي اشترت بلاجنز خلال مثلا نقول السنة اللي طافت، هاي الناس أكيد راح يتأثرون بهاي القرار. ليش؟ لأن المبالغ اللي انصرفت في هاي الفترة ما راح تكفي الناس يمكن بعد سنة أو سنتين قدام، لما يضطرون أنهم يعني يسوون أبديت حق النظام اللي عندهم، ويضطرون أنهم يشتركون اشتراك شهري. والناس اللي توهم جددة خلال فترة بسيطة سبورت بلانز، طبعا تعرفون إذا عندكم ويفز بلاجنز عقب فترة ينتهي مثل ما نقول ضمان هاي البلاجن، ولازم تشتري شيء اسمه سبورت بلان حق هاي البلاجن عساس انه هو تقدر تحصل عليه ابديتس خلال السنه اللي انت بتكون فيها خلال هاي البلان. فالناس اللي اشترت هاي البلان توها الحين بتنصدم ان هي ما راح تستفيد منها. والناس اللي تستخدم عدد بسيط من البلاجنز، يمكن تعتمد على مثلا خلينا نقول 5 بلاجنز او 10 بلاجنز، راح يتضررون بشكل كبير، لان هم مو في حاجه لاستخدام ال 100 بلاجن او ال 200 بلاجن اللي توفره شركه ويفز. في الجانب الاخر خلونا نشوف شنو الفوائد لهذا القرار اللي اتخذته شركة ويفز. طبعا كونك مشترك في هاي البلان الشهري او السنوي معناته ان عندك اكسس حق كل البلاجنز اللي موجوده، اللي هي تقريبا الحين فوق ال 200 بلاجن في مكتبه ويفز نفسها. فما دام انت مشترك معاهم معناته انك عندك اكسس حق كل البلاجنز اللي موجوده هناك. والنقطه الثانيه اللي ممكن تفيدك هي ان ما راح تعتمد على السبورت بلانز، لان السبورت بلانز بيكونون اوريدي موجودين من ضمن الاشتراك الشهري، فاوتوماتيكلي راح تحصل على النسخه الجديده من البلاجن، واوتوماتيكلي راح تحصل على كل البلاجنز الجديده اللي تطرحها الشركه. طبعا الشركه ما راح توقف طرحها للبلاجنز الجديده، فكونك مشترك في هاي الاشتراك الشهري او السنوي راح يضمن حصولك على اخر نسخه من هاي البلاجنز واخر بلاجنز تطلقها الشركه. فشنو رايك في هاي القرار؟ هل راح تكمل مع ويفز؟ هل راح تشترك الاشتراك الشهري معاهم؟ ولا راح تشوف لك شركات ثانيه؟ وعلى طار الخيارات الاخرى الموجوده في السوق، طبعا في شركات كثيره توفر بلاجنز بنفس الطريقه اللي كانت توفرها شركه ويفز، انك انت تدفع مره واحده حق البلاجنز ويكون هاي البلاجن عندك موجود بشكل دائم، وممكن حتى ينزل عليه ابديتس بعد. من الشركات الجدير ذكرها في توفير البلاجنز الحين هي شركه يونيفرسال اوديو. اذا كنت تتابع اخبار الموسيقى خلال الفتره اللي طافت، او اللي هو الميوزك برودكشن، بتلاحظ ان شركه يونيفرسال اوديو كان عليها اشكاليه من الكثير من الموسيقيين والمنتجين بسبب وجود الاجهزه الحين في السوق اللي هي اجهزه الابولو، اللي الحين صار عليها فتره طويله ما تم تحديث اللي هو الشيب اللي موجود داخلها. يعني حتى اليوم انت عن طريق مجرد اللي هو الام 1 او الام 2 اللي موجود في الماك تقدر تحصل قوه اكبر بكثير من اللي موجوده على اللي هم يسمونهم الشارك تشيبس اللي على اجهزه الابولو. فشركه يونيفرسال اوديو احتمال كبير ان هي ترجع في الصداره مره ثانيه بسبب توفيرها لهاي البلاجنز اللي موجوده عندها بشكل انك انت تشتريها مره واحده وما يحتاج انك انت تشترك لها. فلو تروحون اليوم على موقع يونيفرسال اوديو وتشوفون البندلات المختلفه حق البلاجنز اللي موجوده، بتلاحظون ان في ثلاث انواع.
وهي الكرياتيف اديشن والميكس اديشن والدايموند اديشن. هاي الثلاث انواع من البندلات تدفعها مره واحده، وهاي البلجنز راح تكون عندك بشكل دائم. في عندك بعد طبعا شركات اخرى مثل بي اس بي بلجن وبلجن الاينس، هاي الحين يوفرون البلجنز بطريقه الشراء مره واحده وما يحتاج انك انت تشترك فيها. بس كنقطه اخيره يا شباب في هاي الفيديو، حبيت اسالكم، هل تعتقدون ان نظام الاشتراك الشهري حق البرامج او اللي هو البلجنز او اي نوع من انواع الاشتراكات اللي موجوده في السوق الحين، هل تعتقدون ان هذا الشيء مفيد على مستوى اللي هو المستخدم وعلى مستوى الشركة طبعا؟ أحب أسمع رأيكم في قسم التعليقات، وأحس أن هالموضوع ممكن يكون موضوع جدل يعني، فخبروني شو رأيكم في قسم التعليقات تحت. وفي نهاية الحلقة يا شباب، لا تنسون تعطونا زر اللايك والاشتراك في القناة ومشاركتها مع جميع أصدقائكم عشان نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة حول العالم. وإذا كنت حاب تعرف المزيد عن الهندسة الصوتية، راح أخلي رابط دورة الهندسة الصوتية المجانية في وصف هاي الفيديو. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.